السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اللي لسه لحد دلوقتي ما جربتش تحط روج قبل ما تحط الفاونديشن ندمت وخسرت كتير جدا. لو انت عندك نمش في وشك، عندك بقع مثلا، حته فاتحه، حته غامقه، عندك مسام واسعه، اي عيب في بشرتك انت مش حباه، لو حطيتي روج قبل ما تحطي الفاونديشن مش هتحتاجي تحطي اي حاجه بعديه، هيداريلك. حتى لو الفاونديشن بتاعك مش فول كفر، وفي ناس كمان لما بتيجي تحط الفول كفر ما بتعرفش توزعه كويس، فمش بيداري برضو ليها العيوب اللي في بشرتها. فانتي استخدمي اي روج عندك مش حباه، درجه انتي مش حباها، استخدميه، اي نوع انتي عايزاه غالي رخيص، هيداري لك كل المشاكل اللي في بشرتك. يلا بينا هنحط اي درجه روج عندنا، وزعي كده، وبعد كده هتوزعيه بالفرشه. اي فرشه عندك حتى لو ما عندكيش، وزعي مثلا ايدك، حتى لو ما عندكيش من دول ممكن توزعي باللي هي بتاعت اللي هي ايه، الروج ده ثابت جدا، فعشان كده متعب في التوزيع شويه. الروج ده خطير، جايباه من هنا من مصر، والله العظيم يعني احلى 100 مره من حاجات انا بجيبها هناك، ومفروض ان هي ثابته وغاليه وما بتكونش ثابته زي ده. يعني حتى شوفوا في التوزيع صعب، بس انا حطاه لان انا جربته بيه قبل كده تحت الفاونديشن، كان عاجبني الايفكت بتاعه بعد ما خلصت. بس كده انت كمان تقدري تحطي طبقه اكتر لو انت عايزه. هصوره لكم برده، هو نوعه اسمه بريتي وومن، اسمه بريتي وومن. هصور لكم تاني برده صورته في الاخر، هحطه لكم علشان الصوره بتبقى واضحه اكتر من التصوير بتاع الفيديو. تحط كده، لو انت ما بتعرفيش تستخدمي الفرشة دي استخدمي الاسبونج. طبعا هتحطي كونسيلر تحت عينك، انا مش حاطة دلوقتي، انا بوريكو بس. انا اول مرة استخدم الفاونديشن ده، بس مش وحش، يعني مش وحش. انا عامله لكم اضاءه بيضاء علشان كل حاجه تكون ظاهره، مش عامله الصفرة بقى اللي بتداري كل العيوب وكده، لا، عامله لكم الاضاءه البيضاء علشان الفيديو يكون واضح. كاني حاطه روجاجو كل حاجة. انت طبعا عشان الحتت اللي محمرة هنا دي انت ممكن تزودي هنا فاونديشن، وبعد كده تحطي اللوس باودر برضو علشان ما تكونش كلك حمرة في بعضك. بس طبعا انت لو حابة كده طبعا حطي، انا مش حاطة البيضة ديت بيج، تقدري تحطي من الابيض، تقدري تحطي بيج زي ما انت عايزة. هتحطي طبعا كونسيلر حوالين عينك علشان مش هينفع تحطي منه. هحط كمان كونسيلر لما تيجي تحطيه ما تحطيش كده، لا هو كده بس، كان زمان بنليط الدنيا تحت. يعني انا عموما من الناس اللي ما بحطش كونسيلر، يعني مش دايما احط كونسيلر. عايزه اقول لكم حاجه، ان مش كل البشرات بتبلي معاها الاسبونجة، في بشرات بتبقى محتاجه ان انت تسيب الاسبونجة من غير ميه. بعد كده ما بتحتاجيش تحطي حاجه.
حاجه الا لو عايزه تحطي على حواجبك شويه مثلا، انا حطيت حاجه خفيفه خالص. وحطي بقى روج، ده الروج اللي انا قلت لكم عليه، بس انا ممكن احط حاجه فاتحه شويه. بحب طبعا البالت بتاعت انستازيا، بعشقها يعني، درجات بتاعتها حلوه قوي، وتقدري انك تعملي درجات اكتر منها، تحطي لون على لون، فهي جميله ما اقدرش استغنى عنها يعني. احط لون خفيف، بصوا انا عملت كل ده من غير ما احط برايمر ولا اعمل اي حاجه ولا ترطيب، كل ده ما كملش. انا كمان عشان يعني بتكلم، لو انت بقى خارجه وعايزه تخرجي وتحطي بقى ميك اب حلو ومستعجله في نفس الوقت، مش هيكمل معاكي 5 دقايق. بس كده، يا رب اكون فدتكم، واللي عايزه تسال على اي حاجه تسال، وهصوره لكم في الاخر برضو الروش. كان في حدود 30 جنيه حاجه زي كده، يعني حاجه لا تذكر اصلا يعني. مع السلامة، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هو ده الروج، ده اسمه، اعتقد هتلاقوه في كل المحلات يعني اللي بيكون فيها ادوات التجميل، رخيص وثابت وحلو قوي، وفي منه درجات كتيرة. انا يعني ناوية ان شاء الله اجيب بقية الدرجات، لان انا لما جبته يعني قلت اجربه، لو طلع كويس هجيب، وحلو قوي وما بينشفش على الشفايف، وثابت وجميل ومدة صلاحيته كذا سنة كمان يعني، فحلو، جربوه مش هتندموا، اسألوا عليه وان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا لي الجرس، وتكتبوا لي كومنتات او اسألوني على اي حاجة انتوا عايزينها. نسيت اقولكم، لو انت بقى الكحل عندك بيسيح تحت عينك وعندك مشكلة فيه، حطي طبقة اي شادو تحتيه او حطي لوس باودر، وهيثبت معاكي لاخر اليوم. الروج ده يعني اقرب حاجة لميبلين، هو اقرب حاجة، ودرجاته برضو قريبة من درجات ميبلين. ميبلين يعني اعتقد ان هو اغلى بكتير، يعني احنا عندنا في المانيا بحوالي 9 يورو، وساعات بيبقى ب8 يورو، ساعات 10 يورو، حسب يعني المكان وحسب العروض. ف يعني انا شايفة ان الفرق في السعر كبير جدا، وهو نفس التأثير يعني، ونفس الخامة، ويمكن ده احسن كمان. ميبلين بينشف قوي على الشفايف، لكن ده كمان احلى، جربوه.